مفهوم الزمان للإنسان يعني أن لكل إنسان قدراً ونهاية في حياته وأعماله. فهل تعلم الثلاثية التي تجاوزت مفهوم الزمن للمسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. اغتنم أجر الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، وساهم معنا في تعليم العلم الشرعي من خلال الاستقطاع الشهري لجمعية تأصيل العلمية التي بلغ عدد المستفيدين منها 50,000 طالب وطالبة. لتفعيل الاستقطاع الشهري عن طريق مباشر الراجحي، اذهب إلى التحويل، ثم إضافة أمر مستديم، ثم اختر الجمعيات الخيرية، ثم البحث في خيار البحث عن جمعية تأصيل العلمية، ثم حساب عام، ثم تدخل المبلغ الذي تريد استقطاعه، ثم تختار كل شهر، ثم تحدد يوم التنفيذ، ثم تحدد فترة التكرار سنة أو كما تحب، ثم تؤكد الطلب.